السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في حلقة جديدة لكن من الغيط من حقول زراعات الأرز في قرية النزل بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، أكبر محافظات مصر حظوة بزراعة الأرز. ينتهي أو يقترب موسم الرز حصاد الأرز من النهاية، أن النهايات مبشرة إن شاء الله، المحصول مبشر، الإنتاجية تصل هذا العام إلى حوالي 3.5 أو 4 طن للفدان، إن شاء الله يكون محصول مبشر فقط لا غير. التقيت بعض المسؤولين إن شاء الله هتشوفوهم خلال الفقرة، ملحوظتين عندنا قالوا لنا يا ريت في قناة مصر الزراعية تتبنوهم، منع زراعات الأرز بالبدار لأنه بيستهلك وقت وبيستهلك مية وبيستهلك مجهود كتير، نعود مرة أخرى لزراعات الشتل، حرمان مصر من الأصناف شرهة المياه، شرهة استهلاك المياه اللي بتقعد أكتر من 160 يوم وده أيضا في استهلاك زائد عن الحد للمية. التقينا مزارعين، شفنا القيمة المضافة النهاردة اللي كنا بننشدها من زمان جدا في طريقة التخلص من نفايات محصول الأرز وهو القش، أصبح القش كمحصول علفي وأصبح إن شاء الله كمحصول مفيد جدا أيضا، بنبيعه ب 500-600 جنيه للفدان. بعد المقدمة القصيرة دي اسمحوا لي أن أنا أسيبكم للفقرة الطبية اللي بنقدمها في كل حلقة مع الدكتورة أمال صبري استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية، والصدفة النهاردة أنها عاملة فقرة طبية مفيدة جدا عن الذرة والفوائد العلاجية والغذائية للذرة، والذرة طبعا احنا عارفين انه احد المحاصيل الموازية لزراعة الرز في العروة الصيفية او البديل اللي السنة دي زرعوه المحرومين من زراعة الرز. بشكركم واسيبكم لمتابعة الفقرة معانا النهاردة، خليكم معانا. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من غذاء ودواء. كنا اتكلمنا قبل كده عن مرض اسمه السيلياك او داء البطن، وقلنا ان ده مرض مناعي بيحصل فيه ضمور للجدار المبطن للامعاء الدقيقه، وبالتالي ما بقاش فيه امتصاص لكل العناصر الغذائيه اللي اجسامنا محتاجاها، فبيبقى فيه تدهور عام في الصحه، نقص في الحديد، انيميا، ونقص في الكالسيوم، هشاشه عظام، بيبقى فيه اضطرابات هضميه مزمنه، اسهال مزمن، نقص في الوزن، حتى الاطفال ما بتكبرش ما بتطولش، وبيبقى فيه هزال عام. وعرفنا ان مرض السيلياك ده لازم ان احنا نكتشفه بدري ونعالجه بدري، والا يسبب مضاعفات خطيره زي سرطانات القولون والغده الدرقيه والسكر في العشرينات. وقلنا ان سببه هو بروتين الجلوتين اللي موجود في دقيق القمح والشعير والجوادار، يعني موجود في كل المخبوزات اللي احنا بناكلها، في البيتزات، في المكرونه، في حاجات كثيره جدا. وللاسف المرض ده ملوش علاج الى الان غير ان المصاب يتبع حميه تخلو من ماده الجلوتين خالص، يعني لازم نستبدل دقيق القمح بدقيق ما يكونش فيه مادة الجلوتين، وده موجود ده قلنا في دقيق بقى البطاطس، الرز، أو دقيق الذرة. وعشان كده في اتجاه عام دلوقتي في الغرب وفي بعض دول الخليج لاستخدام دقيق الذرة بدلا من دقيق القمح في كل المخبوزات، حتى في سوبر ماركتات معينة مخصصة بتبيع الحاجات اللي هي مخصصة للمصابين اللي عندهم مرض السيلياك، أو حتى اللي عندهم حساسية من القمح عادية بتبقى في صورة بقى اضطرابات هضمية وعدم ارتياح ومشاكل مزمنة، بس ما تبقاش بالخطورة بتاع مرض السيلياك. يبقى دقيق الذرة دلوقتي هو الملاذ الآمن للمصابين بمرض السيلياك، ده غير ان هو يعتبر غذاء تقريبا متكامل، وده لانه هو غني جدا بعناصر مفيدة ومهمة جدا. فهنلاقي مثلا ان هو في كوباية الذرة الصفراء، وعلى فكرة الذرة الصفراء زي الذرة البيضاء بنفس القيمة الغذائية، الكوباية دي بتديني نشويات وسعرات حرارية كويسة، بتديني طاقة كويسة، وبالرغم من كده الدهون بتاعتها مفيدة جدا لان ما فيهاش دهون مشبعة. الدهون المشبعة اللي هي بتسبب السرطان وتصلب الشرايين، ده غير ان هي بتخفض لي الكوليسترول الضار المستوى في الدم، وبالتالي بتحمينا من تصلب الشرايين وصديق الامراض لمرضى القلب. وعلشان محتوى الملح او اللي هو الصوديوم في الذرة قليل جدا، فهي برضو بتحمي وبتساعد على خفض
ضغط الدم المرتفع وبتحمينا من ضغط الدم المرتفع، وهي صديقة كمان لمريض السكر، وده لأن ألياف عالية فبالتالي بتساعد على تنظيم السكر عندهم، ده غير انها بتمنع المشاكل الهضمية وبتساعد في علاج ومنع الامساك، وخاصة كمان ان مريض السكر بيبقى دايما عندهم ضعف في الاعصاب، فهي مليانة مجموعة فيتامين بي كلها وبالتالي بتقوي الاعصاب، ده غير ان في بعض الدراسات اثبتت ان نقص فيتامين بي 9 بالذات في الام الحامل ده ممكن يؤدي الى تشوهات خلقيه في الدماغ وفي العمود الفقري للجنين، وعشان كده الذره بتقي الاجنه من التشوهات دي. مجموعه فيتامين بي الكامله ديت مهمه جدا لسلامه وصحه ونضاره الجلد وكمان الشعر، وبتمنع سقوط الشعر، عشان كده في ماسكات بتستخدم في عالم التجميل من طحين الذرة في العلاج بقى البشرة ونضارة البشرة، وكمان لعلاج حب الشباب، حتى وجدوا ان المنقوع نفسه بتاع بذور الذرة ده بيستخدم في علاج الدمامل المتكررة لو احنا دهنا عليها والسقاليل المتكررة، وشربه بيعالج مغص الكلوي والترسبات والاملاح اللي في الكلى ومرض النقرس والالتهابات والام المفاصل. الذرة كمان غنية جدا بالعناصر المهمة زي ما قلنا المعادن المهمة البوتاسيوم المغنيسيوم الزنك، وقلنا قبل كده ان الزنك مفيد جدا للجهاز العصبي وتقوية الذاكرة وتنشيط الجهاز العصبي، ده غير ان الزنك بيقوي لي مناعة الجهاز الهضمي، عشان كده بنديه للاطفال المصابة بالاسهال ونزلات المعوية، ده غير كمان انه الزنك مفيد جدا في العظم في سلامة العظم وبنعالج بيه كسر القامة في الأطفال. فيتامين سي الموجود في الذرة بكميات كويسة جدا ديت مهمة قوي للمناعة ولصناعة الكولاجين اللي بيمنع لي شيخوخة البشرة، مضادات الأكسدة اللي هي الكاروتينات تحافظ لي على سلامة العين بتمنعنا تحافظ علينا من السرطانات والشيخوخة المبكرة. فيتامين اي الحقيقة فوائد كتيرة جدا ورهيبة جدا، ده غير ان اهم كمان فايدة ان حتى الدقيق اللي هو العادي اللي بيستخدم في صناعة المخبوزات بيبقى الدقيق الابيض معظمه، ما بيبقاش مطحون كامل في اللي هو بالقشرة بتاعته، وده بيبقى خطر جدا ان قلنا ده غذاء للخلايا السرطانية وبيزود حموضة الدم، فالذرة بتحمينا من كل ده، ده غير ان مخبوزاتها فعلا طعمها كويس، وانا بتمنى يبقى في اتجاه عام لاستخدام دقيق الذرة بدل من القمح. وكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة، وإلى أن ألقاكم في فقرات أخرى لكم مني أطيب الأمنيات. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية معاكم في حلقة الرز، بعد المقدمة اللي قلناها عن الرز ومحصول الرز وشق الفلاح من الرز وعرق الفلاح من الرز وقيمة الرز عند مصر والمصريين منذ آلاف السنين، يسعدني في هذه الفقرة أن أستضيف ملك الرز في الدقهلية. معلش العنوان ده حلو، يعني بنسمي ملك المانجا وملك كل حاجة، اشمعنى الرز ما يبقالوش ملك؟ المهندس محمد السيد مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة الدقهلية، هو المسؤول عن الإرشاد الزراعي بشكل عام، والنهاردة جبناه علشان نتكلم معاه عن طبق الرز المفضل للمصريين. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، تشرفتنا في برنامج الارض على قناه مصر. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اهلا وسهلا. النهارده مش عاوزين نقول بدانا، لكن انا شايف ان احنا انتصف موسم حصاد الرز. نعم، لان اعتقد في حصاد مبكر، في عندنا يعني حصاد مبكر فعلا، وعلى غير المتوقع. يعني احنا شخصيا في قناه مصر الزراعيه وفي برنامج الارض اتكلمنا كتير قوي عن انه موسم سيكون هو الأسوأ في مواسم زراعة الرز من 20 سنة أو من 30 سنة فاتوا بسبب ما وصفناه بالتقلبات المناخية المفاجئة. نعم. حضرتك شايف يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وبرغم كل التحديات وكل المخاوف وكل التنبؤات بتاع الأرصاد، أنا شايف الإنتاجية مش زي ما توقعنا وقلنا. نعم. هل ده من وجهة نظرك سببه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضرتك وبرحب بقناة مصر الزراعية في محافظة الدقهلية، وهي من المحافظات الرائدة في زراعة الرز على مستوى الجمهورية. محافظة الدقهلية السنة دي زرعة 228 ألف فدان رز. 228 ألف.
مقارنة ب 391 ألف فدان رز العام الماضي. السنة اللي فاتت 391 ألف. وده تلبية للقرار الرئاسي بتخفيض مساحة الرز والتزام الكامل لمزارع الدقهلية بقرار وزارة الزراعة والري بتخفيض مساحة الرز. ومزارع الدقهلية من المزارعين المتميزين جدا في زراعة الرز، وده زي ما حضرتك بتقول ان ما حصلش فيه هبوط في الانتاجية نتيجة لتعامل مزارع الدقهلية الامثل مع محصول الرز السنة دي. التبكير في ميعاد الزراعة وزراعة مساحات كتيرة مبكرة هربت من تأثيرات الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، وهربت من النقص اللي كان متوقع في المية، مع ان ربنا اكرمنا ان المية مع اتساع موسم زراعة الزراعة من شهر 4 لغاية تقريبا اول 7 ادى فرصة كبيرة جدا للمزارع الدقهلية انه ما يحسش بزنقة في وجود المية. عدم تعرض المساحات المبكرة والزراعة المسلة في الميعاد المناسب للتقلبات الجوية الحادة اللي كانت موجودة، إلا بعض المساحات المحيرة اللي كانت مستنية قرار لهم يسمح بزراعة الرز عقب البرسيم الرباية أو المساحات اللي بتربي تقاوي البرسيم. اللي هو الزريعة. الزريعة نعم. وبالتالي الناس اللي قامت بالزراعة في شهر يوليا شهر 7 قابلتها الظروف الجوية السيئة من ارتفاع درجة الحرارة وعدم التزامهم بالتعليمات ان هم يزرعوا من الرز شتل، زرعوا من الرز بدار، خلى الميه بتاثر تاثير كبير جدا على النباتات اللي موجوده في الحقل. الميه بتسخن. الميه بتسخن وبتاثر على التفريع وعلى نمو الرز. وبالتالي هي ديت المساحات البسيطه اللي تعرضت لبعض المشاكل في زراعه الرز السنه دي. انما النهارده ان شاء الله رب العالمين المساحات اللي تم حصادها كلها بتبشر بمحصول خير، تعوض البلد في المقام الاول عن نقص المساحه اللي اتزرعت، وتعود بالخير على المواطن المصري ان احنا بنوفر له الغذاء على مدار العام القادم ان شاء الله رب العالمين، وما نحسش بزنقه او بازمه في محصول الرز. يعني حضرتك النهارده بما انك مدير عام الارشاد في الدقهليه، تقول الكلام ده حضرتك على مسؤوليتك استهلال للإعلام، وما هنجيش نلاقي أزمة رز ونقص رز ونقول هنستورد رز السنة دي 724 ألف فدان إن شاء الله على مستوى الجمهورية. نعم. هيعوضوا 3 مليون فدان أو 2.5 مليون فدان. هو حضرتك النهاردة لما نيجي نقول المليون أو 750 ألف هنقول في متوسط 3 طن للفدان، مش هقول 3.5 أو 4، بحوالي 2 مليون طن وشوية. احنا استهلاكنا يا باشمهندس في مصر الإحصائية بتقول استهلاكنا 3.2 من 10 مليون طن سنويا من الرز للمصريين. حضرتك احنا النهاردة تجاوزنا المساحة المقررة 750 ألف، يعني الدقهلية فيها بعض المساحات المخالفة، إنما مش يعني السنة اللي فاتت كان عندنا 300 ألف فدان المستهدف، زرعنا 391 ألف. السنة اللي فاتت السنة كان 91 ألف كان عندنا 91 ألف فدان مخالف. السنة دي كام؟ السنة دي تقريبا 15 ل 20 ألف. طب وحضرتك شايف المخالفات السنة دي؟ بعض الناس بيقولوا السنة دي مش هنتعاقب ولا حاجة. والله الكلام ده صحيح؟ ده قرار ملتزمة به الجهات السيادية، وده مش اختصاصنا إن احنا نقول فيه كرامة ولا مفيش. احنا بنقف جنب المزارع إن احنا نديله التوصيات ونديله التوجيهات اللي يعدي بها الموسم بدون اي مشاكل. طيب فيما يخص الارشاد الزراعي بشكل عام في مصر في العشر سنين اللي فاتوا، كلنا نعلم ان في نقص كبير جدا في عدد المرشدين ونقص المعلوماتيه لدى المرشد، يعني حتى في نقص في نوعيه المرشد نفسه بسبب نقص ميزانيات الارشاد وبسبب غياب اشياء كثيره جدا جدا من الاشياء العلميه او التكنولوجيه اللي يجب ان تتاح للمرشد الزراعي. نعم. حضرتك بتتغلبوا ازاي في نقص التكنولوجيا ونقص العدد على المشاكل الموجوده في مجال الارشاد الزراعي؟ انا اتفق مع حضرتك في حاجات كتير، نقص العدد، نقص الامكانيات، انما التكنولوجيا لا. التكنولوجيا النهارده غطت نقص كبير جدا
من اللي كان بيوجه الإرشاد الزراعي. النهاردة الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي، النت، كل الناس النهاردة دي عند الفلاح وعند الفلاح. اي مشكلة النهاردة حتى ما عادش. لكن انت كمرشد زراعي، معلش احنا على الهواء، بس احنا ما احناش اغراب عن بعض. انا من وزارة الزراعة وما عنديش مشكلة ان انا اناقش الكلام. فضل. هل انت كمركز ارشادي في الدقهلية، في المديرية، او في الادارة، في الادارات الفرعية او في الجمعيات، عندك النهاردة لابتوب او كمبيوتر متصل مثلا بمركز معلومات المناخ، بغرف الارصاد، بالمركز الارشادي في الوزاره نفسه، بارشادات مركز البحوث، بحيث انك تكون اب تو ديت مع المعلومات اللي تترجمها للفلاح؟ كلام حضرتك جميل جدا. انا مش هقول لك ان الحاجات دي موجوده، انما احنا موجود لنا صفحات، صفحه لمديريه الزراعه، صفحه للارشاد الزراعي، صفحه لاخصائي القمح، صفحه لاخصائي الرز، صفحه لاخصائي القطن، بينزل عليها كل التعليمات. حضرتك بتكتفي بانك تنزل التعليمات على الصفحه؟ بنزل التعليمات تغطي عدد كبير جدا من الناس اللي احنا ما بنقدرش نوصل له. وانت بتفترض ان الفلاح بيدخل على الصفحات؟ بيدخل، لان انا هقول لحضرتك مثل حي بعيد عن موضوعنا شويه. الدقهليه السنه دي عندنا 200 الف فدان اللي طلعوا من زراعه الرز هيتزرعوا بمحاصيل تانية، منهم محصول فول الصويا، الناس ما تعرفش عنه حاجه. احنا زرعنا 7000 فدان السنه دي صويا. صويا ما جابتش انتاجيه يا باشمهندس. لسه حضرتك الانتاج لسه ما طلعش. لا ما واضح يعني، الناس بتشتكي دلوقتي. المجموع الخضري تعبان، المجموع الزهري تعبان. حضرتك احنا الصور بسبب التغيرات المناخيه، حضرتك الصور بتاعتنا موجوده، الحقول بالكامل نازله كلها على الفيس، بتدوا التعليمات للمزارعين وبتطبقوها، كل حاجه، كل حاجه فيما يخص التسميد. حضرتك احنا مع المزارع، اولا طريقه الزراعه ما عندوش علم بيها، عرفناه ازاي يزرع، ازاي يسمد، ازاي يحط العقدين، ازاي يكتشف الاصابه الحشريه، ازاي يعالج، لغايه ما وصلنا بيه النهارده يمكن يكون عندنا حصاد لفول الصويا خلال الاسبوع ده او العشر ايام اللي جايين. طيب لو حصدنا، احنا طلعنا من الرز، معلش يسمح لنا المشاهد لانه مهتم بالحكايه دي، لو سيبنا الرز شويه لفول الصويا، الفلاح لما يحصد فول الصويا وعبيه في شكاره زي شكارة الرز اللي اكيد ظاهرة في الخلفية دي، نعم، هيلاقي حد يشتريها منه؟ انا حضرتك برضو مبادرة طيبة من مديرية الزراعة في الدقهلية، عملتوا زراعات تعاقدية يعني؟ ان احنا جبنا مدير مصنع دمياط لانتاج الزيوت، وجي قعد معانا مع السيد وكيل الوزارة والسيد المدير العام وانا ورئيس الجمعية الزراعية للحاصلات بالدقهلية، واتفقنا معاه ان هيبقى بدايه من بدايه تجميع المحصول من المزارعين، الجمعيه العامه هتجمع المحصول من المزارعين بالتمويل من الجمعيه، وهيقوم المصنع باستلام محصول فول الصويا حسب السعر العالمي للبورصه. السعر العالمي؟ نعم، والسعر هيتغير اسبوعيا. بس ده ما فيه ظلم انك انت تسويه بالسعر العالمي. النهارده حضرتك انا الكلام ده احنا قعدنا من 15 20 يوم، كان متوسط السعر 7500 جنيه للطن. للطن؟ نعم. لا كويس جدا. انا على الهواء مباشره، ان كان ده حصل وانا الراجل واثق في كلامه، بحيي المهندس عبد الله وبشكره جدا، بحيي المهندس مجدي ماضي مدير عام المديريه، بحيي السيد رئيس الشؤون الزراعيه، بشكرهم جدا جدا على هذه البادره من بادره التسويق التعاوني او الزراعات التعاقديه، لان دي مهمه جدا جدا، ودي اهم عندنا من الانتاج. قبل الانتاج التسويق التعاوني والزراعات التعاقديه، فما كناش لحقنا زراعات تعاقديه فبنلحق تسويق تعاوني. احنا بنقول حضرتك يعني السنه دي سنه فارقه في زراعه محصول الصويا على مستوى الجمهوريه. طبعا هو انت عارف يعني الامثله اللي بتقول لك شر البليه ما يضحك، او يعني كان في مثل تاني بيقول لك يعني ايه يا رب، اللي هو يعني يبقى الشيء وحش ويبقى حلو او حاجه زي كده، او ان احنا يعني بنستثمر السلبيات. هي كانت من سلبيات تخفيض زراعات الرز ان الناس مش عارفه هتزرع ايه، فتم اجبارهم على زراعه الذره والصويا، والحمد لله. حضرتك اكيد تعلم ان في برنامج لتحميل الصويا على الذره. نعم، حصلت موجود عندنا زراعات مزروعه 4 خطوط فول صويا، ونجحت. ونجح لان في ناس قالت مش هتنجح. لا نجح، لان اصلا مزروعه في الدقهليه من 20 سنه قبل كده. انا بعرف الدكتوره مشيره الشامي برضو من محطه سخف كفر الشيخ، ومن الحاجات اللي نحب ننوه لها برضو ان احنا قمنا حصلنا على جميع التقاوي الخاصة بمراكز البحوث على مستوى الجمهورية، جبتها الدقهلية. ممتاز. خدت من سخا وخدت من الجميزة وجبنا من المنيا
كل التقاوي اللي نزلناها تقاوي اساس انتاج مركز البحوث الزراعي. طب شكاوى الفلاح، انا يعني قاعد قدامي فلاحين وبيشتكوا، بسمع منهم كتير يقول لك الفلاح السنه دي ما خسرش، ما كسبش في اي حاجه نهائيا، يعني لا كسب في الذره ولا كسب في البطاطس اللي فاتت ولا كسب في الذره، لان الذره برضو سعره سيء جدا. انت حضرتك بتقول كلام تاني خالص. حضرتك النهارده معلش مزارع البطاطس العروه، العروه الشتوي، كيلو البطاطس النهارده بكام؟ وطلع الكيلو بكام؟ اول ما طلعت البطاطس طلع الكيلو ب 3 جنيه، النهارده الكيلو ب 8 جنيه. ده اللي حطه في الثلاجه ومطلعه بيبيعه دلوقتي. نعم. النهارده مزارع البطاطس محقق ربحيه عاليه جدا ما حققهاش في اي سنه من السنين. ده كلام غير اللي بسمعه من الفلاحين، انا نفسي الفلاحين بيصعبوا عليا. احنا حضرتك احنا فلاحين، انا مع حضرتك الذره. احنا كنا السنه اللي فاتت زرعين 140 الف فدان. السنة الزراعين في الدقهلية السنة الزراعين 184 ألف. ما الإحصائية بتقول إن إحنا السنة دي على مستوى جمهورية مصر العربية ضربنا 3 مليون فدان، وإحنا كنا زمان بنحلم بزراعة مليون فدان ذرة، والوزارة طلعت بروتوكولات كتيرة جدا لزراعة مليون فدان. السنة دي زرعنا 3 مليون فدان، هنرمي إنتاجهم في البحر ولا هنلاقي لهم تسويق؟ هقول لحضرتك حاجه ثانيه على غرار تسويق الصويا. الثلاثة مليون فدان يكمل لمرحله الكوز كام فدان؟ مليون، خلينا نقول مليون ونص بيتفرموا سلاج. تمام. المليون ونص الباقيين دول في 3 طن متوسط، انت عندك السنه دي 5 مليون طن ذره حبوب النهارده، وانا بستورد سنويا دلوقتي من 7 ل 9 مليون طن ذره من اوكرانيا ومن البرازيل ومن الارجنتين عشان ادخلهم في صناعه اعلاف الدواجن. هل السنة دي عندنا قدرة في وزارة الزراعة من خلال المديريات والجمعيات العامة والجمعيات المشتركة والجمعيات الفرعية ان احنا نعمل تسويق لخمسة مليون طن ذرة للفلاح عشان يحب يزرع ذرة السنة الجاية كده؟ احنا حضرتك انا مع الفلاح مانيش ضده، واتمنى ان احنا نسوق للفلاح الذرة بتاعه، بس ذرة بكيزان لا. لا ما هو انت ساعده كمان، ما هو انا طبعا دكتورة منى محرز عملت اتفاقيات، جابت فراطات. نعم. تمام. نعم. وعملت مجففات خاصة للدقهلية او لشمال الدلتا، لان الصعيد ما بيحتاجش تمام مجففات. تمام. الجمعيات النهاردة هي المفروض تقوم بدورها، تجيب فراطات كبيرة وتعمل مناطق لتجميع الذرة، يتفرد ينشف يتجفف وبعدين يتفرد. انتوا اعملوا الكلام ده من خلال الجمعيات زي ما قلت المعاليك، واحنا بنتكلم على التخلص الامن لقش الرز. نعم. وصلنا للحل السحري لمشكلة القش في الدقهلية بمكنة تقطيع الرز. حلو. المكنة تكلفتها تقريبا 10-15 ألف جنيه. رصدناه وشفناه. وعملت، أنا بعتبر إن مشكلة قش الرز في الدقهلية انتهت. الحمد لله. حرق قش ما عادش عندنا مشكلة. كان في بما يخص الإرشاد، معلش بالمرة، الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد نشط جدا في موضوع بروتوكولات التخلص من مخلفات حصاد الأرز اللي هو القش. نعم. كان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كمان عامل اتفاقيات لتصنيع إعادة تدوير الرز، السنة دي وصلتوا فيه لفين؟ يعني كل البروتوكول زي ما قلت المعاليك إن مكنة تقطيع القش النهاردة مش بقت على قد الكبس. أولاً القش المتقطع دخل كعليقة بدون إضافة يوريا وبدون إضافة أي حاجة على حسب البروتوكول السنة اللي فاتت. إن أنا أضيفه كفرشة للمواشي لعمل السماد، يعني هو الاول بينشف وبعدين يتجمع ويدرس وبعدين يرجع يتكبس في بلات كتب. تمام. تمام. يعني بيتقدم كعليقه بدون اي اضافات. او اخده احطه فرشه للمواشي، وبالتالي بدل ما كنت استنى القش الكامل انه ينضج ويبقى اسماد كامل خلال 6 شهور، خلال 3 شهور او اقل اخد الفرشه دي تبقى اسماد بلدي 10 على 10. ده اللي هو القش المتقطع. القش المتقطع. لكن ما عندكوش دراية بتحويل قش الرز بعد نزع السيليكا اللي هي السامة اللي فيه لعلف حيواني نسبة البروتين فيه ممكن توصل ل 20%؟ حضرتك هو المادة الجنين اللي بتبقى موجودة في القش اللي مدياله اللمعة. أيوة. هي مادة فيها صعوبة لكرش البهيم. أيوة. قلت بعد نزعها. هي بتتقطع. هي ما بتتشلش. مكنة التقطيع بتهري طبقة الجنين. انما النهارده اللي كمنتج هو خالي الماده الغذائيه، يعني ملوش. لان انت عارف كان فيها باشمهندس طرق لتصنيع بلات القش لعلف
بإضافة اليوريا والأمونيا والنشادر، ودي سامة جدا جدا وبتؤدي إلى إنتاج لحوم غير موصفة أو غير موصفة للغذاء الآمن ومكلفة يعني. وغير أمنة. نعم. وبالتالي زي ما بقولم عليك النهاردة، إحنا ممكن بنستعيد عن إضافة اليوريا، يضاف الملاس أو المفيد أو أي حاجة من الحاجات القديمة اللي كنا بنستعملها على القش زمان. نعم. تزود القيمة الغذائية بتاعتها بس. نعم. نعم. وبالتالي النهاردة أنا بعتقد أن محافظة الدقهلية وصلت لبر الأمان في التخلص من القش. يعني إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا 164 موقع لاستلام قش الرز، وصلوا 105 ألف طن آخر السنة، إنما على مدار الموسم التجميع تقريبا 100 ألف طن اتفرموا ومتباعهم قبل ما البيئة تستلم القش بتاعها. على مسؤولية حضرتك أزيع على الهوى كده أنه الدقهلية خالية من السحابة السوداء إن شاء الله رب العالمين. خالية تماما إن شاء الله رب العالمين. طب والله يتمسك بيحرق رز السنة دي، يبقى معلش النهاردة أنا لما أبقى عارف أن القش ده بفلوس واروح أحرقه. أنا كان عندي صح في التقرير اللي شفناها وصورناها أحد السادة المزارعين بيقول هو أنا حد أهبل يحرق الفلوس؟ يحرق الفلوس يعني. نعم. قش الرز. نعم. النهارده بقى فلوس، بقى تمن، رجعنا لتحقيق القيمة المضافة تاني. نعم. من المحصول سلعة ولها تمن. وبعدين أنا النهارده نجحنا إن إحنا كيفية جمع القش، الشوك اللي بتجمع القش اللي بتلف وبلات الكلام ده كله يسر على المزارع هم كبير جدا، بقى فيه سهولة لنقله وسهولة لتخزينه، منعت وجود الفران والقوارض والتعابين والكلام ده نتيجة. طب ما عدمش فرص عمل للعمالة العادية، ولا العمالة عادت صعبة شوية بسبب التكاتك؟ العمالة صعبة جدا. شفت حضرتك الناس اللي بتجمع القش النهاردة ديت حاجات خاصة بالناس اللي لها مساحات صغيرة، ما يروحش يجيب معدة، هو هيجمعها عنده بأيدي العائلة العاملة بس. نعم. نعم. الميكنة ما بتنفعش ومتبقاش كويسة وموفرة إلا في المساحات الكبيرة. في المساحات الكبيرة. نعم. أنا سعيد جدا من المعلومات اللي أنا بسمعها، وما ينفعش إن إحنا دائما نرصد السلبيات فقط، وإن كان في سلبية لابد من إننا برضو نجيبها علشان نقدم لها العلاج. فضل. في بعض المساحات وأنا ماشي فعلا الرز بتاعها محروق كأنك مولع فيه بالنار كده، ده كان سببه إيه؟ حضرتك اللي شايف المساحات اللي موجودة هنا في مركز مينة النصر، معظم الصنف المزروع صنف جي 178. ودي بيبقى اطراف الورق زي ما حضرتك وريتني موجود على الطبيعه، ده بيبقى الارض بيبقى فيه نقص في التسميد، ده حاجه، وفي كيفيه الاضافه يعني خلل في البرنامج التغذيه. نعم. عشان نعم. الفلاح نعم. برضو يفهم. نعم. يعني نعم. ان الرز ده مش مجرد ان انا برمي له شكرتين يوريا وبسيبه، يعني احنا دايما نقول للمزارع يعني محتاج عناصر غذائيه غالبا، احنا بنقول للمزارع فوسفور. نعم. بوتاسيوم. نعم. كالسيوم. نعم. مغنيسيوم. نعم. ازوت. أو كل حاجه محتاج برنامج متوازن متكامل. كلام يعني كلام سليم. كلام سليم. طب كان في الارشاد ما يفيد انك تقول له تعامل معاه برشه مثلا سيليكات بوتاسيوم تحميه من الاجهاد الحراري، كالسيوم فوسفايت يحميه من الاصداء والرقاد. احنا حضرتك زي ما قلت في بدايه كلامي، الالتزام في الميعاد المناسب للزراعه. الرز بيحمي نفسه طول ما عندي الارض مكشوفه والميه ظاهره للشمس، وانا عندي مشاكل في الرز. مجرد ما الرز بيضلل او بيقفل على بعضه كل مشاكل الرز بتنتهي. يعني الإجهاد الحراري مع الرز لوجود مية بتكون مية بتغلي مكشوفة للشمس وارتفاع درجة الحرارة بتأثر على دوائر الرز. هو معلومة علمية بس بعد إذن حضرتك أضيفها، دي بتيجي منين؟ إنه النبات لما يتعرض لإجهاد حراري، والإنسان فينا لو واقف في مية سخنة برجليه مش هيعرف يأكل ومش هيعرف يتحرر، ولما يبقى كمان واقع عليه إجهاد حراري ده بيمنعه من أنه يعرف يأكل. نعم. فبيفرز هرمون الإيثيلين، وده هرمون الشيخوخة، وده هرمون هدم، فبيحرق كل الاوراق اللي احنا بنشوفها، والفلاح يقول لك الرز قشش. نعم. نعم. وده السبب. نعم. نعم. انا سعيد جدا بالمعلومات اللي خدتها من حضرتك وبالاحصائيات وبالنتائج، واخر خبر هكرره تاني، وده اهم خبر بيئي وصحي ونفسي وقيمه مضافه اقتصاديه، لا عوده لحرق قش الارز، لا عوده للسحابات السوداء في سماوات مصر ان شاء الله. معالي الوزير مضى البروتوكول مع البيئه، والسيد وكيل الوزارة حي إن شاء الله يوصل بالبروتوكول إن شاء الله رب العالمين، وعندنا اجتماع موسع في مبنى المحافظة إن شاء الله يوم الثلاث، هتحضره السيدة وزيرة الدكتورة وزيرة البيئة،
وجميع العاملين بجهاز الزراعه بالدقه الاهليه واعضاء الجمعيات التعاونيه والجمعيات الزراعيه للتاكيد على التخلص الامن من قش الرز وعدم اللجوء لحرق القش تاني. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر الساده المشاهدين ان هم صبروا علينا في الفقره دي. شكرا جدا جدا وفرصه سعيده شرفت جدا. شرفت الدالي. شرفت. شكرا. حضرات الساده المشاهدين فاصل وراجعين، هسيبكم برضو تشوفوا احد التقارير اللي صورناها في الغيط في الحصاد او الفلاحين قالوا ايه عن موسم الرز السنه دي. فاصل وراجعين. مشاكل الرز النهارده في النزل، عندهم سطح الزمام المنزرع 2159 فدان و20 غراض و1665 فدان منزرعين رز في اعلان على الطبيعه. الرز بحاله جيده، ما فيش اي مشاكل بالنسبه بينه وبين المزرعين. طب بالنسبه للمساحه الكبيره المزروعه من الرز دي، كان في ارشاد من حضرتك يعني من الجمعيه او من الجهه اللي حضرتك بترؤسها، كان في توعيه للمزارعين، كان في حاله من التوجيه، كان في ارشاد؟ دي العمل بتاع عمل امانه بينه وبين المزارعين. جميع التوصيات الفنيه اللي بناخدها عن كل محصول بنبلغها للمزارع في نفس اللحظه، وبناء عليه لو عنده اي مشكله بنلبي الندى بتاعه ونقف جنبه على طول. طب بالنسبه للانتاجيه او المحصول للارض، كان كويس ولا في تحسن السنه دي عن السنين اللي فاتت؟ لتوعيه الفلاح بالنسبه لمساحه الرز 4 4 يجيب متوسط عام على مستوى البلد نقول 4 طن الا ربع، لكن في 4 في 4 ونص، في 3 3 ونص، المساحات مختلفه. حضرتك عندك كم فدان؟ عندي فدان. زرعوا ايه؟ رز. طيب الانتاج السنه دي زي السنه اللي فاتت؟ لا كويس، السنه دي متحسن شويه. راضي عن المحصول السنه دي؟ ان شاء الله حلو. طب رز اخذ منك قد ايه وقت؟ اخذ 3 اشهر و10 ايام. وده المعدل نفس المعدل بتاع السنه؟ نفس المعدل اه. طب الارشاد الزراعي كان موجود معاك طول الفتره؟ الاستاذ علاء الداودي متابعنا وكل حاجه. تمام. طب الـ اكيد كل سنه كانت الظروف اللي بتحب يعني اللي بتحب حضرتك وكده كان بيكون مختلف عن السنه دي، ايه اللي حسيته او لمسته السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت؟ والله وانت لما نحط السماد البلدي والكيماوي فالارض لازم بتجيب، زي الواحد لما يكون عامل كفافيه بشويه لبن وحته سمنه بياكلها عليها ترد طول النهار، هي الارض زي الانسان طالما تتخدم تديلك. حضرتك عندك كام فدان رز؟ عندي 20 فدان رز. راضي عن انتاجيه الرز السنه دي؟ معقول السنه دي حاجه كويسه قوي. كلفك كتير؟ يعني بيكلف مغذيات وبيكلف يعني كمويات وحاجات زي كده بنجيبها من اداره الزراعه بالمركز هنا عندنا، بناخد تعليمات يعني. كان في تعاون ما بينكم وبين الجمعيه الزراعيه؟ ايوه طبعا في تعاون، بيتابعونا على طول، وفي مشرفين هنا مقيمين في البلد بيروحوا وبيجوا من الاداره للبلد وكده. شايف ان التغيرات في البيئه والتغيرات المناخيه والتغيرات في التربه وكل ده اثر على الرز؟ الجو طبيعي بس يعني بيبقى في حراره، بيبقى الجو طبيعي بس الانتاج كويس السنه دي. طب ماكينه الرز اللي بتحصد الرز كلفتك قد ايه؟ الفدان بيتكلف 500 جنيه، وبعد كده احنا كان عندنا السنه دي بنلم القش بنجيب ثمن الضم وثمن الماكينه والحاجات دي. حضرتك عندك كام فدان؟ خمسه. زرعتهم رز السنه دي؟ ايوه. طب انتاجيه الرز حضرتك راضي عنها السنه دي ولا زي السنه اللي فاتت ولا اقل؟ لا كويس، تدريب كويس. طيب اخذت منك جهد زياده ولا؟ لا كله واحد زي بعضها كل سنه. طيب اتأثر الرز بتاعك السنه اتأثر بالتغيرات المناخيه ودرجه الحراره؟ لا الرز البدري اللي هو في ميعاده الحلو كويس يعني تدريبه كويس، واللي هو بتأخر الشمس بتأثر عليه شويه. طب نوع الرز اللي حضرتك زرعته السنه دي كان اي نوع؟ 178. طيب مختلف يعني حسيت ان هو اداك
لك محصول اكتر او هو ده بنزرع على طول يعني كل سنه متعود انك تزرع نفس النوع؟ متعودين نزرع. طيب حضرتك القش السنه دي؟ القش بنبيع الفدان ب 600 جنيه. طيب حضرتك حريص على ان ما يكونش فيه اي حروق في الارض او ايوه ان شاء الله ما فيش اي حروق اضرار للبيئه ولا خوف لا. لا مش خوف من حد، هو خساره ان انا يعني هبيعه ب 600 جنيه هولعه ليه؟ زي ما في سلبيات في ايجابيات، واهم الايجابيات اللي رصدناها النهارده من خلال التقارير بتاعتنا هو كيفيه التخلص الامن من قش الرز وانتهاء السحابه السوداء. كانت معكم هدير وهدان، برنامج الارض، قناه مصر الزراعيه. اهلا بكم مره تانية حضرات الساده المشاهدين في برنامج الارض على قناه مصر الزراعيه. برحب في الفقره دي بالمهندس علاء الداودي، مفتش الارشاد الزراعي بالاداره الزراعيه بمركز منيه النصر الاهليه، واخصائي الارز والقمح. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بك. يعني ايه بقى اخصائي رز؟ مهندس متخصص في مجال محصول الرز والقمح. طيب السنه دي عملت ايه لمزارعي الارز في منيه النصر؟ اولا عندكم مساحه قد ايه السنه دي في منيه النصر؟ المساحه المخصصه للمركز 17906 فدان بس. بس وده ما كانش ظلم يعني؟ لا مش ظلم. مش هيبقى ظلم لما انقل معاك للمحصول المقابل اللي هو الذره، هل اللي زرع ذره استفاد او لا؟ بس ده هيجي دوره. اتفضل. واعتقد المهندس محمد السيد قال يعني ان هم السنه دي هيستفيدوا بتوع الذره. المخالفات قد ايه على 17000 وشويه دول؟ ما فيش مخالفات. وانت لو قلت مخالفات انت اللي هتتعاقب، وبالتالي يعني انت بتداري الحكايه. لا مفيش مخالفات. ما فيش مخالفات. معقول المزارع المصري كده منزه عن المخالفات يعني؟ لا، ما هو اتعمل في بدايه الموسم ندوات ارشاديه في الجمعيه عن المساحه المقرره، والسنه دي اللي ما زرعش رز هيزرع السنه الجايه. وطبعا قلته في الجوامع وفي المساجد وبمساعده ادارات الاوقاف ان اللي هيتغرم هيدفع ايه وهيتحبس وتجديد تجديد العقوبه. تجديد العقوبه. وبالتالي الفلاح التزم يعني. هو خاف ولا التزم؟ لا التزم، بالاضافه ان الذره السنه اللي فاتت كان محقق عائد. السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت. بالاضافه ان الذره لو المزارع زرع في شهر 5 ممكن يزرع العروة الأولى يعملها سلاج على عمر 80 يوم، والعروة الثانية يعملها محصول جف ويبيع. ممكن يجيب عروتين ذر؟ عروتين ذر. طب مش هيأخر المحصول اللي بعد الذر ان كان برسيم أو قمح؟ قبل 1/11 هتكون الأرض جاهزة وخالية لزراعة الذر. أيضا دي معلومة، دي معلومة وخبر. أنا فخور جدا بزراعة الدقهلية وبرجال الدقهلية. يعني ممكن يلحق يعمل عروتين ذرة؟ عروتين ذر في موسم واحد. ما هو 80 يوم العروة الأولى اللي هو السلاج، اللي هو السلاج، وهيلحق وعايز 90 يوم أزرع ذرة أصفر وأخد محصول جاف، تكون الأرض جاهزة على 1/11. 170 يعني لسه ما كملتش 6 شهور. أي 1/11 يقدر 1/11 تستلم الأرض خالية يخدم ويزرع قمح لحد أول 12 أو يزرع 5/12 أو يزرع برسيم. طب السنة اللي فاتت أنا رصدت ناس زرعوا القمح، بما أنك بقى رز وقمح. اتفضل. ما الحبوب كلها مجموعة الحبوب. اتفضل. واحدة يعني. ناس زرعوا القمح في 5/1 بعد بطاطس، وجابوا إنتاجية عالية جدا أحسن من القمح اللي اتزرع بدري، برضه كان بسبب تقلبات الظروف المناخية مفاجئة. جت موجة حارة أكلت السنبلة من الطور اللبني، نشفتها على طول بدون المرور للطور العجيني او الطور الحصى. هو لو جاء موجه حاره والارض نشفر، المزارع لم يفطن لتلك المشكله وروي، بيحصل تاثر على السنابل وبيحصل ضمور في الحبوب. لكن لو جاء موجه حاره والمزارع اثر فترات الري، النباتات ما بتتاثرش بالموجه الحاره. طب قبل التصوير حضرتك واحنا مع بعض كده مشينا في حقول رز انا وانت، يعني نقطت لك سبل كده شديته، سبل لقيته بيطلع بسهوله، سبل ناشف، حبوب ميت الجاف ده في وسط، دي نتيجه الاصابه بالصاقبات، ودي نسبه لا تمثل جزء في المليون. طيب الصاقبات دي الفلاح يعرف عنها حاجه؟ يعرف عادي، دي من الحشرات اللي بتصيب محصول الرز، خاصه حضرتك 178 ايضا مفتش ارشاد. اي بتفوت على زراعات الرز وترصد السبله قبل ما تموت وتعرف
تعرف ان الساقبات دي موجوده ولا لا وبتقول للفلاح؟ بنوري له القلب الميت قبل طرد السنابل وبنعرفه ان ده سبب الساقبات ولا العدد المرشدين قليلين وبالتالي بتكبروا دماغكم؟ لا مش قليلين ولا حاجه، هو احنا بنمر على القرى بالاضافه لعمل برنامج ندوات ارشاديه لمحصول الرز، بالاضافه ان بيبقى لنا في كل قريه حقل ارشاد. ما عندكوش ميزانيات تكفي يا باشمهندس؟ ما انا مطلع على الامور يعني. هو ميزانيات انا بعمل، انا اهم حاجه عند الفلاح المعلوم ايا كانت الطريقه اللي هتوصل له بيه، عن طريق مدير الجمعيه في الاجتماع الاسبوعي او عن طريق المرور الميداني ومقابله المزارعين. طب الاجتماع الاسبوعي في الجمعيات لسه الفلاحين بيجوا زي زمان ايام ما كان بيجوا عشان السينما؟ بالنسبه للجمعيات بيبقى اجتماع شهر، ندوه كل شهر في الجمعيه، بالنسبه لاجتماع الاسبوع ده بيبقى في ديوان الاداره لمدير الجمعيه. لمدير الجمعيه. الجمعيات بياخد كل التعليمات الجديده واذا عنده مشكله بيطرحها وبياخد لها حل. طب انت في الاداره ولست في جمعيه؟ أنا في الإدارة بمر على جميع الجمعيات. الفلاح أحيانا ما بيسيبش جمعيته وبيجي يشتكي في الإدارة من حاجة؟ وبيجي يسأل، هو موجود في الإدارة بظروفها، ليه مهندس معرفة بيجي يسأل، أنا عنده مشكلة، أنا هزرع إيه، بيسأل على الصنف، أحسن الأصناف، لو جالي إيه، وبالإضافة إن التليفونات متوفرة، بتصل على التليفون واسأل في أي وقت. طيب الجمعيات الزراعية بما إنك برضه أخصائي رز ومفتش إرشاد، اخباركم ايه مع الشؤون الزراعيه وموضوع البروتوكولات بتاع المبيدات الامنه خاصه مبيدات الحشائش المغذيات الاسمده؟ هل لكم علاقه بالاسمده اللي بتطلعها هيئه صندوق الموازنه في مركز البحوث الزراعيه او كل الوحدات الخاصه زي الطابع الخاص في مركز البحوث اللي بيطلع اسمده محترمه ومجربه وامنه، ولا بتسيبوا الفلاح لل لا هو الفلاح لاسمده بير السلم؟ هو الفلاح بيسال، بتتعرض عليه توصيات مبيدات الحشائش المصرح بها في وزارة الزراعة وأماكن تواجد، وغالبية مبيدات الحشائش بتبقى متوفرة في الجمعيات في التعاون الزراعي. معظم الفلاحين السنة دي تعاملوا بمبيدات الحشائش من مصادر طبعا غير موثوق فيها، المتاحة عندهم على رف المحلات أو المتاجر، وبالفعل تعرضوا لانتكاسة بسبب عدم فعالية المبيدات اللي استخدموها. بعض الفلاحين اتعرضوا للمشكلة دي اللي مهتمش وسأل، فالفلاح اللي راح الجمعية وهو بيصرف السماد أو سأل كانت المبيدات متوفرة. ما هو الفلاح ليه بيخاف بقى؟ لأنك بتفرض عليه الأسمدة إياها اللي أنت عارفها، اللي في الجيركن إياها اللي أنت عارفه، اللي بتقول له لا ده أنت لازم تاخد السماد ده مع الشكارة دي، فهو الفلاح بقى خاف من انك تجبره على اخذ اي شيء. بالنسبه للارشاد في منية النص ما كانش عندنا اي مخصبات ما عدا مبيدات الحشائش، وانا مانيش ملزم ابيع له مبيدات حشائش كمان، انا ببيع له كراجل امن، انا مهمتي اوفر له توصيه ومعلوم الميعاد الامثل، جرعه المبيد، كيفيه الاستخدام. وانا نيابه عن كل الفلاحين وبالاصاله عن نفسي كمزارع، يا جماعه معظم مبيدات الحشائش اللي في السوق مضروبه ما لم تكن من مصدر امن ومن شركه محترمه مسجله، فدايم تحرى الصدق في العلامه المائيه اللي موجوده على العبوه، وحتى العلامه المائيه اصبحت بتتضرب والعبوه الاصليه عادت بتتزيف بشكل كويس قوي، فيرد دائما تلجا لجمعيتك لادارتك الزراعيه هي اللي هتحميك بالاتصال مع مركز البحوث او بالاتصال مع لجنه افات الافات الزراعيه في لجنه مبيدات الافات الزراعيه في وزاره الزراعه، هي اللي هتحميك دائما بانك تلجا للشيء الرسمي المرخص به والمصرح باستخدامه. كلامنا صح ولا تزعلوا منه؟ لا بس انا بيتهيألي بروتوكولات الارشاد دائما بتبقى مع الشركات المحترمه مش مع اي حد. مع شركاتهم من خلال وزاره الزراعه. طيب الساقبات اللي انا شفتها معاك دي كنتوا بترشوا لها مبيد حشري معين، ماده علميه، بلاش الاسماء التجاريه؟ اي مبيدات حشريه بتجيب بالاضافه ان الساقبات ما بتظهرش الا في الزراعات المتاخره بس، لكن لو المزارع زارع في الميعاد المناسب توصيات سليمه ما بظهرش عنده لا الساقبات ولا صناعات الانفاق، وإذا ظهرت بيعالجها ببعض المبيدات الحشرية المصرح بها في وزارة الزراعة. يا ريت بس الفلاح يستفيد ويتعلم، بس لأن الفلاح تقول له كده يروح كده، تقول له شمال يروح يمين. لا بعض الفلاحين عادوا ملتزمين وبيسمعهم وبيخش على النت وبيسأل وبيفهم، والبعض عاد بيحضر الندوات. طب عندك معلومات النهارده عن سعر الرز كام؟ طلع كام؟
سعر الرز الموجود في السوق، الرز الاصناف الرفيعه ب 4400، الاصناف العارضه ب 4600. ودي انت شايف انها مجزيه للفلاح السنه دي؟ لا، هو ممكن 5000 يبقى مجز لو سعر الطن 5000. ليه انت السنه دي عامله كام؟ من 3.5 ل 4. 3.5 ل 4. امال فين الكلام اللي صدعونا بيه جماعه سخا والرز ال 178 هيجيب 5 طن وهيجيب 5.5 طن، والحاج محمد ابو عرب يقول ده انا 5 طن وانا الفلاح المثالي؟ يعني 3.5 ده المتوسط العام، لكن في مزارعين بيجيب 4.5 بيجيب 4750، مش كله بيجيب 3.5 ولا كله بيجيب 4. طيب تكلفه انتاجيه فدان الرز السنه دي من اول عمليات الزراعه الى الحصاد لحد ما عباه في الشوال، هي مع القيمة المضافة اللي ياخدها من القش السنة، هي ارتفعت التكاليف نسبيا نظرا لارتفاع الأسعار الحرت وأسعار الري. طبعا دي اللي رفع التكاليف. كل دي عمليات مرتبطة بسعر السولر الديزل، بأسعار يعني. السولر دي اللي زاد على تكاليف المزارعين، قالوا دخل إضافي اللي هو قش الرز، أصبح فدان قش الرز بعد ما كانش ما بتباعش، عاد بتباع من 500 ل 800 جنيه الفدان، ده للي عايز يبيع ومستعجل، لكن المزارع لو جمعه وخزنه وفرمه وباعه هيبيعه بالطن بسعر التيب 500 جنيه للحيم اللي هو القش. القش وستك شفت في المرور، انا شفت السنه دي الناس ملتزمه وبيستخدموا، لان اصبح بيمثل له. طب السنه اللي فاتت واللي قبلها لما كانوا بيحرقوه كنا بنيجي نكلمه ويقول لك ده بيعدل الارض. يعني ايه بيعدل الارض؟ وانا معلوماتي العلميه انه بيعدم الارض. هو معلوماته الخاطئه ان هو بيأثر على بذور الحشائش وبيوفر شويه معادن، وبيوفر من شويه معادن. بالعكس هو بيحرق الكائنات الحيه الدقيقه، بالاضافه انه ما بيأثرش على بذور الحشائش ولا حاجه، بالاضافه ان هو بيلوث البيئ، ومن احد اسباب السحاب السود. هو الفلاح لما بيكون بصراحه يعني الدرج بتاعه بيفضى وبيصرف طول السنه وبيجي اخر السنه ما يلاقيش، فلا لا يهمه بقى، لا تقول له قيمه مضافه ولا تقول له سحابه ولا تقول له بيئه، هو له اللي دخل جيبه او اللي ملى معدته. لا ما هو عدي الوقت بيلاقي. بالنسبه للقش هيصرف 500 يعني قال التجميع القش الوقت ايجارها 350 جنيه، بيجمع له القش على راس الحقل كم واحد؟ 350 للفدان، للفدان الواحد التجميع بس. التجميع بيسلموا له علو الحقل بتاعه ب 350. بيجمعه له بكر يعني ولا لا؟ قش ساي او بكر 350 ويوفروا له على نص العقد. انا شايف التجميع يدوي بالعماله اليدويه، ده يدوي لمزارع شاريه لنفسه ويجيب اله الدراس تقطيع القش ويقطع وجب سبال ويبيع. يعني فيه اله تجميع كومه كده ولا التجميع لا. تقصد بالباله يعني؟ بالباله. وفيه اله ثانيه امال مكبس الباله ده بيعمل الفدان بكام؟ ب 350. يعني هو 350 ب 350. طب بعد ما يتعمل بال كده الفدان بقى بكام؟ حسب وزنه وكميته ولا هو لو الفلاح عايزه بيجمعه له ويكبسه له بال ب 350 ويسيبه له ويمشي. هو الفلاح مش عايز القش خالص، بيديله في الفدان من 400 ل 500 جنيه وبياخده هو لحسابه الخاص. اذا هو الفلاح ممكن يستفيد ب 500 جنيه صافي حد ادنى من القش. من القش لكن بقى. الفلاح اللي عنده مواشي بيجمع باله وبيخزنه وبيفك البال ويدرسه ويقدم وجبه للمواشي على مدار الموسم كبديل للتيب. حمل التيب نوصل 500 جنيه. طيب انا شايف انه يعني مع الاتجاه للاستفاده من القش دلوقتي ده ما بيوفرش فرص عمل للشباب، ان ممكن كل مجموعه شباب يتفقوا يجيبوا جرار ومكبس او اله تجميع قش، ودي تبقى فرصه لفرص عمل اضافيه. لما شفت الالات ديت، الاله على سواق وعلى مهندس بيتابعها وعلى صاحب المعدات وجرار استثماري ومشروع استثماري. ده مش بتاع محطه ميكنه، ده بتاع لا أهالي اعتقد. مشاريع اهالي زي ما الكومباين انتقل من محطات الميكنه للاهالي، اعتقد الالات بتاع الكبس او التجميع دي في يوم من الايام هتبقى مشاريع. الاله الوحيده اقل حاجه بتوفر لها 5 فرص عام، سواق جرار. تمنها كام دي يا باشمهندس؟ ما تعرفش. انا بشكر حضرتك جدا، وتاني وتالت ورابع بشكر زراعه الدقهليه كلها وقيادات الوزاره طبعا. ما هو زراعه الدقهليه طبعا ما هيش فلتانه كده او جايه غصن من غير شجره يعني. بشكر الدكتور عباس الشناوي، معالي الوزير، قيادات الزراعه كلهم. السنه دي محصول رز ناجح جدا،
خاصة أنا بالنسبة لي النجاح اقتصادي وبيئي واجتماعي، فرص عمل زيادة، إنتاجية كويسة، تخلص الآمن من مخلفات القش. فاللهم لك الحمد والشكر. أنا بشكرك يا باشمهندس ونلتقي دائما في الخير يا رب. شكرا جزيلا. شكرا. حضرات السادة المشاهدين مكملين بعد الفاصل أيضا، خليكم معنا راجعين. لما الحكومة اتفقت على تخفيض زراعات مساحة الرز من 1,228,000 فدان ل 724,000 فدان فقط في موسم صيف 2018، الفلاح المصري حس بكارثة على المستوى القومي. الفلاح المصري تعود يزرع الرز، تعود يجي في موسم معين يغسل الأرض بالمية عشان طمعا في أنه حشائش معينة تروح، يغسل ملوحة الأرض، يعمل تهوية للأرض من الزراعات الجافة اللي قبل كده. ما كانش يعرف الفلاح أبداً أنه ممكن يبقى قدامه 30,000 طريقة أخرى لأنه يحول السيء إلى حسن. عشان كده النهاردة في فقرتنا دي أنا بستضيف أحد الباحثين عن القيمة المضافة في الزراعات الجافة وعن المكسب الذي ممكن أن يحققه كل المحرومين من زراعات الأرز هذا العام. ممكن حضرتك تعرف بنفسك معلش؟ المهندس احمد محمود احمد، مدير اداره البساتين والخضر بديوان عام مديريه الزراعه بالدهليه. يا اهلا بحضرتك يا باشمهندس. حضرتك مسؤول عن بساتين وخضار، ما كانش ينفع اجي اتكلم النهارده عن الرز وتناسى الناس اللي اتحرموا من زراعه الرز. عملت لهم ايه السنه دي وازاي حسستوهم بان هم ما خسروش؟ مع بدايه تحديد مساحات الرز عن طريق وزاره الري وتحديد الترع والمساحات اللي هيتم زراعة الأرز بها، أصبح المزارع الوقتي لازم يوجد البديل لزراعة الرز. فكان توجه من مديرية الزراعة المهندس محمد عبد الله وبتوجهات من المهندس محمود فوز عطا الإدارة المركزية للبساتين بضرورة أن تقوم إدارة البساتين بعقد ندوات بالإدارات الزراعية ليحضر فيها عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين لإيجاد المحاصيل البديلة لزراعات الأرز. يعني المزارع اللي هو النهاردة ما فيش أرز نقول له أنت ممكن تزرع إيه، فبدأنا المزارع نقول له أنت عندك محاصيل خضر ممكن تزرع مثلا لوبيا فاصوليا، وقلنا مواعيد الزراعة وتوصياتها الفنية، ممكن تزرع محاصيل باذنجان والفلفل والكرنب الصيفي والخضر الصيفية كيفما يشاء ويحب انه يزرع من محاصيل الخضر، قلنا له توصياتها وازاي يتعامل معاها وازاي يبدا ان هو يشتغل مع الوضع ده. بدانا عملنا الندوات بتاعتنا وبدا في تجاوب كبير من المزارعين. يعني احنا عندنا هنا مساحات كبيره جدا منزرعه، كانت منزرعه باللوبيا والفاصوليا والباذنجان والفلفل والباميه وما الى ذلك من محاصيل الخضر، وهي بتدر عائد مجزي للمزارع تعوضه عن عدم زراعته للأرز. فاحنا عملنا الندوات وعملنا التوصيات الفنية وبقينا متواصلين مع المزارعين، وكل مشاكل تقابلهم كنا بننزل معاهم ونحلها، لأن احنا متواصلين مع المزارع على مدار اليوم بالكامل، متواصلين معاه كل يوم، بحيث ان احنا عندنا صوب زراعية هنا من أعلى المحافظات في عدد الصوب الزراعية إنتاج الخضار. عندنا 24,990 صوبة، وعندنا في مركز بالقاس والمراقبة العامة وعندنا في الشربين وفي المنصورة أعداد مهولة من الصور. طبعا كان في تراخيص للصوب. المراقبة العامة دي أراضي استصلاح، أراضي استصلاح خارج الزمام. خارج الزمام. وبنرخصها برضو طبقا للقرار الوزاري 1244 لسنة 2016. المزارع رخصنا له الصوب، وجميع الصوب مرخصة عندنا. يعني اللي باقي عندنا 1674 صوبة بدون ترخيص، وده إنجاز. دورة التراخيص بتبدأ عندنا من 1/9/2016، من 1/9/2017 بتنتهي 31/8/2018. تعرف 1600 صوبة غير مرخصين، انت بتتكلم في حوالي 160 فدان. تمام.
لان الفدان اعتقد بياخد حوالي 10 صور. ما انا مرخص حوالي 22000 وكسر صور زراعيه، وده اعلى محافظه في عدد التراخيص وجميع الصور المرخصه. يعني لو انا عندي في الاداره عندي وعلى جهاز الكمبيوتر ومستخرج ترخيص بالرقم، لو قلت لي الصوبه رقم كذا اقول لك دي باسم فلان الفلاني في الحوض الفلاني في جمعيه كذا. بس يا باشمهندس لو سمحت، اللي متخصص في زراعه الخضر او البساتين دائما بيبقى بعيد تماما عن المحاصيل الحقليه، هل في السنه دي ناس دخلوا دايره زراعات الخضر لحرمانهم من الرز اجباري؟ فعلا حصل، لان انا عندي طيب اللي زرعوا اللب السوبر خسروا هدومهم، وده لانهم ما كانوش عندهم خبره او درايه او ما كانش في ارشاد كافي من ناحيه الوزاره او من ناحيه الادارات الزراعيه او من ناحيه الارشاد بانه ازاي يتعامل مع محصول اللب السوبر. تمام؟ انا اعرف واحد كان عنده فدانين باع محصولهم ب 5000 جنيه المحصول، تكلفتهم اكتر من 20000 جنيه لوحده. بالنسبه للب السوبر، اللب السوبر ليه مواعيد للزراعه. يعني اللي زرع طماطم السنه دي حضرتك سامع قصه الطماطم، وانا مش بصددها الان تمام، بسبب التغيرات المناخيه وبسبب العيوب اللي جت في احدى الشتلات بسبب بذره كانت تعرضت لاجهاد وتعرضت لاجهاد اخر يخصها. بالنسبه للطماطم الصنف اللي هو 023 اللي هو صنف الطماطم اللي هو كان ده الصنف ياباني. الصنف ده تم زراعته، ده منتج من شركة سكاتا اليابانية، ده ومستورد من شركة مؤسسة جعارة. الصنف ده كان بينتج البذرة في اليابان، البذرة في اليابان، البذرة المنتجة في اليابان لا تصاب بالفيروس، ودي وده وضع طبيعي. يعني طول عمرنا هنقول ميد ان جابان حتى لا يعني لا انت لا حكمت بكده لا يعني لا لا هو خلي بالك موضوع الصنف ده الصنف انا الاول مرة بعد اذنك، وانا علشان كده يعني كنت اتكلم عنها في المقدمه المهندس احمد كتخصص بساتين هو اللي جابها لاول مره، انا هذكر اسم الصنف ده لان انا عملت حلقتين او ثلاثه وتحفظت على اسم الصنف واسم الشركه المستورده واسم الشركه المنتجه، لان دول شركات يعني شركه سكاتا دي شركه عملاقه ومتخصصه في هذا المجال من اكثر من 100 سنه، شركه فريد جعاره عمرها عدى ال 100 سنه في استيراد البذور وانتقائها وعندها زراعات تعاقدية مع مزارعين كتير جدا. صنف 023 ده الشيء الوحيد اللي فيه اللي كان ميزة اللي اتقلبت لعيب السنة دي انه كان صنف مبكر وبينتج في عمر 65 يوم ومتحمل لدرجة الحر العالية، والتبكير في حد ذاته لو حضرتك تعرف وده بدراسة وبعلم وباساتذة استضفتهم في الاستديو، التبكير في حد ذاته اجهاد طبعا. فلما ارجع احط عليه درجة حرارة عالية يعني ضغط مناخي اعلى يعني كمان يمكن في ملوحه يعني كمان ممكن يكون في نيماتوده، ثلاث اربع خمس اجهادات عرضوا الصنف ده، لان انا جاني فيديو امبارح واحد بعته لي وقصد ان هو يبعته لي مخصوص، وانا بقول ده على الهوا، هو قصد يبعته لي ده مخصوص لان انا عندي دفوع علميه على الصنف اللي هو 023، يعني عاوز يقول لي اشمعنى هو مزروع عندي في نفس الارض 23 و85 او 86، ده ليه ما فيرسش وده فيروس والاثنين في نفس الجو ونفس الفلاح ونفس المعامله. رديت عليه وقلت له الصنف 23 عنده صفه اللي انتوا بتجروا عليه كلكم علشانها اللي هو الاجهاد الاجهاد الناتج عن التبكير في الانتاج، بينتج عمر 65 يوم. فانا تاني ارجع لسؤالي لك واقول لك المزارعين بيخسروا بشكل عام في الخضار، هل احنا النهارده عندنا بالفعل منظومة إرشادية تاني تعبئ نفسها مرة تانية بمعلومات جديدة بالطلاع على الأبحاث من جديد بالربط مع مركز معلومات المناخ اللي للأسف مقفول وعاوزين معالي الوزير ضروري ينظر في سبب إغلاقه، وأهم مركز الآن في مركز البحوث الزراعية مركز معلومات المناخ اللي مغلق محدش عارف ليه. تمام؟ هل عندكم استعداد تشوفوا الحاجات دي تاني عشان توفروا المعلومة up to date يعني يومياً وصبح وليل للمزارع اللي بيخسر هدومه؟ ليس كل مزارع زرع خضار اليوم هذا العام خسر، في مزارعين زرعوا مساحات من اللوبيا. خلي بالك الطماطم بعد اسبوع على مسؤوليتي الكيلو هيبقى ب 30 جنيه. لا بسبب الفجوه اللي حصل الطماطم الفجوه برضو انا عشان برضو الصنف 023 ان انا شفت حاجه في بذره من شركه سكاتا بدات نسبه البذور اللي هي راح منطقه الشرق الاوسط كميه كبيره، فبدأ نسبة كبيرة منها عليها طلب كتير عملت بذور خارج اليابان، هي نسبة البذرة اللي اتعملت
خارج اليابان هي اللي فيها المشكله الفيروس في 0.23. يا باشمهندس احنا هنعمل زي زمان نقول لك ده الراديو اللي ما اعرفش الترانزستور ده لو اتصنع في اليابان غير ما اتصنع في مصر. مواصفات الشركه العالميه يا باشمهندس حتى لو صنعته على المريخ هينزل بنفس مواصفات الشركه العالميه ونفس الخامات ونفس كل شيء. 0.23 كان السنه. انا شفت انا جاي للمزارعين بعتوا لي صور باكيتات الباكيت كده مكتوب عليه ميدن الهند ميدن الصين ميدن ما اعرفش ايه يعني بلاد منشا مختلفه لكن هي إيه نفس الصنفه ونفس البذره ونفس الابحاث اللي اتعملت عليها من اسكاتا في اليابان هي في كل دول العالم. ليس كل مزارع زرع خضار لا في مزارعين خضار زرع في ناس زرعت مساحات من اللوبيا والفاصوليا وباعوا انتاج مربح وموازي لانتاجيته للعائد اللي هيجي من محصول الارز وبالعكس هو غير تركيب المحصول للارض يعني ريح ارضه من الرز بدل ما كان بيزرع ارز كل عام لا غير وزرع خضار حتى لما يجي السنه الجايه مثلا ده ارضه هتيجي رز هيبدا يزرع رز هيبدا الرز يبقى شكله افضل طبعا نتيجه ان الارض ارتاحت عام من زراعه الارز. بالنسبه للخضار يعني مش كل واحد زرع خضار خسر لا في ناس كسبت كتير من الخضار. الفلاح صلب البلد يا باشمهندس وانا عن نفسي بطالب شركه جعاره حتى لو ما عندهاش اي سبب علمي انا بطالب شركه جعاره انها تعوض الفلاحين دول 200 300 مليون جنيه للفلاحين المصريين. انا بقول لشركه جعاره الفلاح هو الخامه بتاعتك الفلاح هو الزبون الاساسي لولا الفلاح ومزارع الخضار ما كانتش الاسكات اليابانيه نفسها ولا كل الشركات المنافسه العالميه. يعني انا بنفسي بقول لك ان انا برغم ان انا عندي اسباب علميه ودفوع علميه لان جعاره نفسها في نفس الفلاح هما الاثنين اتضرروا وبرغم كده انا بقول لجعاره اللي كسب 20 سنه السنه دي ممكن ضروري لازم يعوض الفلاح. طبعا لازم يعوض الفلاح على المزارع لان هو ده المزارع اللي بياخد منه البذور كل سنه وبيزرعها. بس هي المشكله ان الصنف ده كان العام الماضي انتاجيته عاليه جدا ولذلك ما انا قلت كده ما الفلاح ليه مقبل عليه لانه كان ده اربع خمس سنين فاتت كان يعني. متاقلم على الظروف الجويه المصريه يعني هو كان من سبب ان اسعار الطماطم كانت دايما ثابته في السوق المصري يعني انتاجيه عاليه وانتاج مبكر وبنتج فتره طويله وما بيصابش بالفيروس. اذا عوده للقيمه المضافه من طبعا. المحرومين من زراعه طبعا. الرز في العروه الصيفيه طبعا. الفلاح قدامه ايه غير الرز؟ كان ممكن احنا عرضنا مثلا بما لا يضر ارضه ما انا مش عاوز اقول طبعًا. انه يعني ايه يعني هو على الاقل طبعا اللي اتحرم السنه دي هيزرع رز السنه الجايه في الخريطه في كان ممكن زرع في ناس زرعت لوبيا في ناس زرعت فاصوليا في ناس زرعت ذره في ناس زرعت فول صويا احنا كخضار وجدنا لهم زراعات بديله بالخضر في اللي زرع خيار في اللي زرع بس الافات السنه دي الافات الزراعيه السنه دي ايضا بسبب التغيرات المناخيه الافات غيرت سلوكها ما عادتش بتتعامل مع الماده الفعاله في المبيدات المتاحه المفروض ايضا انتوا تعملوا توصيات من الاداره المركزيه للبساتين والمحاصيل في وزاره الزراعه ان هم يتكلموا مع لجنه مبيدات الافات الزراعيه لجنه المبيدات تتكلم مع المصانع تتكلم مع الشركات المستورده او المنتجه ان هم ايضا يعيدوا النظر في الماده الفعاله ويعملوا تجارب اخرى على الافات الموجوده. طبعا مع ارتفاع درجه الحراره بتزداد الاصابه بالافات يظهر عنده ودوده ورق القطن العنكبوت تبدا مثلا في ديدان اللوز والشوكيه والقرنفلية خلي بالك الفلاح لما بيشوف افات بتتكاثر بمعدل اكتر من اللازم ما هو لازم يدخل بمبيد تدخل لازم كثره الرش بالمبيد ده في حد ذاته اجهاد سيبك من المناعه بتاع الحشره ده بيعمل اجهاد كيماوي على الصنف المزروع نفسه طبعا. وبالتالي بيكسر كل الصفات المميزه فيه طبعا. ما كل صفه بميزه بجين وراثي الجين ده لو انت عرضته ايضا لاجهاد كيماوي نتيجه التعامل بمبيدات مره واثنين وثلاثه في اليوم زي ما بسمع طبعا. ده بيحصل له سايلن او طبعا. بينام طبعا. الجين ده نفسه بيتنحى طبعا. يعني طبعا. فاحنا برضو بدينا دون توصيات فنيه بالنسبه للمكافحه وبرامج مكافحه انه يبدا يكافح الافات برامج مكافحه متكامله بحيث ان الناس تبدا تتحرك في المكافحه على اساس ان ما يحصلش عنده اصابات متفاقمه تبدا تدهور المحصول بتاعه. يعني علشان ما يتقالش علينا ان احنا قناه حكوميه اللي ما زرعش رز السنه دي وزرع خضار كسب او ما خسرش على الاقل؟ ما خسرش ما خسرش لحد ما خسرش. طب اللي زرع رز السنه دي ما خسرش نتيجه الانتاجيه القليله عن السنه اللي فاتت او نتيجه يعني اللي قلناه؟ لا زراعه الارز السنه دي في انتاجيه مبشره جدا في انا يعني حتى انا واحد زرع صنف سخه 108 اول مره ينزل اساس
بسم الله ما شاء الله شكله ممتاز وهو لسه بياخد في اخر ريه ليه. ده حضرتك انت زارع رز 108 سخة 108 طبعا صنف ممتاز لا لفحه ده من الاصناف الموفره للميه ولا الميه موفر الميه موفر الميه لانه عمره اقل من السخة 101 15 يوم 15 يوم 15 يوم زائد انتاجيه اعلى كمان فاصناف حلوه في يعني لا انتاجيه الرز في انتاجيه اعلى يعني انت بتضم رايك للمهندسين اللي اتكلموا قبل كده وقالوا طبعًا. ان السنه دي الانتاجيه ممكن تبقى 3.5 4 طبعا متوسط 4 طن للفدان نتيجه تقلص المساحه اصبح فيه اهتمام اكبر من المزارع يعني انا عندي 20 فدان ما جاش ليا مثلا رز الا خمس فدادين اصبحت انا الفلاح بطبيعته اصبح مهتم اكتر من لو ال 20 فدان موجودين مزروعين رز نتيجة تقلص المساحة أصبح فيه اهتمام أكبر بها. أنا أتمنى أن كلامنا يا ربي يكون كده كلام سليم ومبني على معلومات حقيقية ما نكونش بنضحك على الفلاح يعني لا إن شاء الله. وكمان ما نكونش بنضحك على الدولة لأن في مؤشرات بتتاخد من الإعلام الدولة بتحسب عليها حساباتها سواء في هيئة السلع التموينية سواء في الجهات المسؤولة عن الأمن القومي الغذائي المصري أنا بشكرك يا باشمهندس ونتمنى دائما نتقابل في حلقات إيجابية شكرا جزيلا حضرات السادة المشاهدين ذهب موسم حصاد الأرز أو موسم زراعة الأرز لكن موسم الحصاد لم ينتهي بعد لكن بنقول ذهب موسم زراعة الأرز في صيف 2018 بحلوه الكثير ومره القليل نتمنى في الأعوام المقبلة إن شاء الله أن الفلاح يفرز هذا المر ويجنبه ويتعامل معه حتى تكون أيامه كلها مربحة بشكركم حضرات السادة المشاهدين وتصبحون على ألف خير.